تعرفت على وحدة اللي هي زوجتك، أول ما تعرفت عليها حكيت لها على الماضي مالتك لو لا؟ صراحة لا. كل شيء ما حكيت لها؟ لا ما حكيت لها. زين الأشياء المصيرية اللي يعني المفروض تغير الحياة يعني ما حكيت لها بيها؟ بالبداية أنا ما حكيت لها، بس الفكرة شنو؟ أنا ماخذ أخت صديقي. من جيت على زوجي دا أسولف وياها لقيت هي عندها السي في مالت على طلب. اي حاكي لها كل شيء قبل ما نحكي، قبل ما نحكي لها، فهي ماخذه سي في من اخوها قبل ما ترجع تاخذ سي في من عندي، لانه بعض الامور اذا واحد كل شيء يسولف حياته شخصيتك وين بالمجتمع؟ يعني اكو امور تنعكس عليك سلبيه. زوجتك حكيت لها عن ماضيك لو لا؟ لا. ليش؟ التاريخ الاسود اكثر الظلم. زين ليش برايك كل مره لازم ما تعرف التاريخ الاسود؟ المشكله يسوي لك مشكله بالبيت. اي أيوة والله. يعني ما تنسى المره؟ لا والله بحياته ما تنسى. ظل تتذكرها دائما. دائما تعلق عليك. تريت شيء حسيت له. اي نعم كل صراحه. زين وشنو كان ردت فعلها؟ لا كل من ماضي يعني هذا صار بالماضي، كل من يشوف مستقبل ماله يعني ما عنده اي رد فعل. وقالت لك خلاص بعد لهنا انا وتقطع؟ اي طبعا زوجنا بعد شوف الجهال والحياه الزوجيه يختلف. زين برايك الشاب من يريد يتزوج يحكي زوجته عن ماضيه لو لا؟ والله كل من قدرته، كل من الافعال ماله. انت ايش تنصحهم يعني؟ والله انا انصح الشباب يحكون عن ليش هذا شريك حياتهم لازم. ما كان في ماضي بيغمض او اسرار، فكان كل شيء واضح قدامها. يعني حكيت لها كل شيء من البدايه؟ لان هي اصلا كانوا جوارينا. اي من يعني تعرف الماضي فكل شيء على الماي. زين سؤال، انت ايش تقول للشباب يحكون عن ماضيهم كله حتى اذا كان اسود؟ والله هم اذا بمطبات يعني ما مطارين يسوون نفسهم مشاكل يعني. اكيد كل شيء حكيت حتى الاشياء السوداء. يعني كشفت الماضي كله حكيت اكيد، يعني هذا لازم حكيت كل شيء يعني اكيد. وش قلت لك هي شو كان ردت فعلها؟ احتياديه يعني، لان قبل الزواج شيء وما بعد الزواج راح يكون شيء ثاني. ما بين الناس تختار تدفن ماضيها ويا الماضي، ما بين الناس تختار تحكي الماضي حتى ترتاح وما تطلع كذابه، ما بين هيك وما بين هيك مع أو ضد. خلونا نرجع للاستوديو نكمل باقي النقاش اللي راح يكون لازم جدي.